في جلسة مباحثات النهاردة اتكلمنا في عدة موضوعات، أبرزها طبعا تطورات الموقف في غزة. والحقيقة رئيس الوزراء الإيطالي توافق معايا في كل الرأي فيما يخص خاصة المبادرة المصرية لحل هذه الأزمة. وعايز أقول أن المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة اللي بتدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني اللي موجود في قطاع غزة. المبادرة بمنتهى الاختصار بتتيح فرصة حقيقية من خلال تهدئة، دخول مساعدات، ثم إطلاق المفاوضات. وأنا قلت لرئيس الوزراء الإيطالي وبقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي، الوقت حاسم، لابد من استثماره وبسرعة لإيقاف إطلاق النيران والتهدئة في القطاع وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. احنا كمان تناولنا الموقف في ليبيا وتطوره، وبرضو قلنا ان مهم قوي ان الوقت ما يستهلكش ويبقى فيه مواجهة حقيقية للواقع اللي بيتشكل في ليبيا على الارض، واعمال العنف والميليشيات اللي بتتقاتل مع بعضها البعض دي لابد ان تتوقف. والمجتمع الدولي والمجتمع الاوروبي بالذات بعد تدخله عليه التزامات اخلاقية وانسانية وامنية تجاه الموقف في ليبيا، وده امر برضو توافقنا فيه مع بعضنا البعض. E anche su questo punto.